أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. أصلي إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقة. ونحن نحتفل في أيام الميلاد، سواء هذا الشهر أو الشهر القادم، في شيء حدث، أمر محزن مؤسف للغاية في الكنيسة البطرسية في القاهرة بمصر، حادث فاجع مؤلم جدا، راح ضحايا أكثر من 25 أو 26 شخص، وطبعا جرحى كثيرون أكثر من 40 شخص، وكثير منهم في حالة صعبة جدا. وكثير من الناس بتتساءل يعني شو الهدف من هذا الموضوع؟ ليه بيحدث في هذه الأيام؟ من هو وراء هذا الموضوع؟ رح نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا احنا بما انه في أيام الميلاد خلال هذا الشهر بنحتفل في عيد الميلاد، وحديثنا في هذه الحلقة عن يسوع الملك، طبعا لابد انه ما نتغاضى عن الأمور اللي عم بتصير حاليا في مصر. في كتير ناس في حالة غاضبة جدا، تريد العدل، ويوجد أيضا كثيرون الذين يأخذون هذا الموقف إنه الله رح يحول كل الأمور للخير، بيعتبروها كأنه عرس السماء حدثت هذه الفاجعة في الكنيسة البطرسية. دخل شخص مخرب إرهابي، وطبعا نسف نفسه ونسف أبرياء كثيرون. وللأسف إذا بنقرأ على السيطات اللي منشوف اللي بتمدح هذا الأمر من تهنئة وزغاريت، وكأنه عمل بطولة إنه يقتل نساء وأطفال في اسم الدين، ويقتبس آيات دينية في هذا الموضوع، غير عالم إنه طبعا نهايته وكل شخص يقوم بهذا العمل الإرهابي الهلاك إلى أبد الآبدين كما يقول الكتاب المقدس. رح نحكي شوي أكثر عن هذا الموضوع، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائي المشاهدين، يسرنا أن أستضيف إلى هذه الحلقة جناب الكاهن بشوي سلامي، راعي كنيسة القديس موريس والقديسة فيرونا في منطقة ماركم في ضواحي تورونتو. أهلا وسهلا فيك أبونا بشوي. أهلا بك أخي نزار، وأشكرك على استضافتك لي. احنا بنشكر رب من اجلك، وبنقول الف الف مبروك على الكنيسه الحلوه، الكنيسه الجديده بالنيابه عن كل طاقم نور لجميع الامم، وليكن نور ايضا. اشكرك اخي نزار، وفرحنا بوجودك معنا في يوم الافتتاح، كان يوم مبهج ومفرح، واشكرك على تعبك وحضورك معنا. طبعا احنا رح نتكلم عن يسوع الملك، بس في شيء اعترض خلال الأربعة أيام اللي مضت. الحادثة كانت في يوم الأحد صباحا، طبعا رح أسألك لكن بالنيابة عني وأسرة كل برنامج نور لجميع الأمم وليكن نور اللي بيشاهدونا في هذه الحلقة، منحب نقدم أحر التعازي لكل مصر أولا، وللكنيسة القبطية ثانيا، ولكل أهالي الشهداء اللي بمروا في ظروف
صعبة، فقدوا أحباء أعزاء على قلوبهم، فمنحب نعزيكم في اسم الرب يسوع المسيح. محبتنا وصلواتنا معكم، وكمان محبتنا وتعزياتنا معك أبونا، لأنه كتير من الكنيسة عندك أكيد عندهم أقرباء وأصدقاء في نفس الكنيسة. ده كلام حقيقي فعلا، كلنا متأثرين جدا، كل العالم، ودي الحاجة الغريبة اللي هو يعني لقينا فعلا ان هو في تضامن ووحدانية ومحبة، مش بس من الأقباط ولا من بس المسيحيين، لكن من الكل، كل الحكومات، كل الناس اللي في قلبها محبة ورحمة، تعاطفوا جدا مع هذا الحدث، وكل بيصلي ان احنا يا رب ما نشوفش اي حاجة زي كده تحصل، مش بس في مصر لكن في العالم كله. رب بنصلي من اجل السلام الكامل لكل انحاء العالم. عارف ابونا وانت بتتكلم، يعني في آية وردت في ذهني اللي هي كلمات الرب يسوع على الصليب عندما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. للأسف الشديد يعني الإرهابيين بفكر أنه بيعمل أمور في اسم الدين، لكن قتل الأبرياء ويظنون أنهم يقدمون خدمة لله كما يقول الإنجيل المقدس. من ناحية تانية في ناس متألمة، طبعا عم بستلم رسائل كتير، لا يخفى عليك البعض غاضب جدا على هذا الوضع، والبعض الآخر مستسلم لإرادة ومشيئة الله، بيعتبروها نصرة إنه يموتوا في داخل الكنيسة أرواحهم، طبعا أرواح الشهداء هم حاليا مع يسوع المسيح. حدثنا شوي أبونا، يعني عشان يمكن المشاهدين في أغلب الدول العربية يمكن مش عم بيعرفوا شو اللي عم بيصير، يمكن نسمع الخبر لأنه هاي الحادثة مش أول مرة، لأنه من 6 سنوات تقريبا في نفس المعاد في رأس السنة صارت حادثة أخرى شبيهة وراح ضحاياها كثير من الناس. هو الحقيقة الكنيسة القبطية من ساعة ما يعني أسسها رب المجد يسوع بنفسه في زيارة العائلة المقدسة لمصر، وأتى إليها القديس ماري ماركوس الرسول، وهي كنيسة الشهداء، يعني حتى قداسة البابا تودروس ربنا يطول عمره ويحفظه للكنيسة في حكمته وقيادته لهذا الموقف، ومواقف كتيرة طبعا، قال في الكلمة التاريخية اللي هي يوم الجنازة إن إحنا كنيستنا فعلا كنيسة شهداء، كنيسة قدمت يعني مئات الألاف من الشهداء للملكوت للسماء، وده هدفنا كلنا، يعني إحنا عايشين على الأرض علشان نجهز نفسينا للملكوت. فطبعا الإنسان اللي هو بيقدم حياته من أجل المسيح ومن أجل الإيمان من أجل الكنيسة، ده يا بخته أو يا بختها. لكن في نفس الوقت برضو لازم ان هي كل البلاد يكون فيها قوانين تحكم الارهاب وتقضي على الارهاب، لان يعني من منطلق يعني انساني نفكر طب دولت ذنبهم ايه؟ دولت ناس داخلين يصلوا في كنيسه يوم حد الصبح، مش ضد اي حد، ما اذوش اي انسان، يخش انسان ويعمل فيهم طبعا اللي حصل حاجة لا يقبلها أي إنسان. فلازم إن هو يعني الرحمة والعدل بيتقابلوا مع بعض. العدل ده قانون مدني لازم أو يجب على الحكومة، زي ما طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الحقيقة يعني قام بدور يعني رائع ورائد في كل المنطقة العربية وفي كل العالم، يشوف قد إيه إن هو يعني يهتم بنفسه ويمشي في الجنازة ويقدم العزاء، يعني الحقيقة دور للحكومة وكل القادات من الحكومة حاجة الحقيقة مشرفة ومفرحة. فنبتدي ان احنا نشوف ان هو فعلا في قانون مدني يتأكد ان هو مفيش نكل لدماء الأبرياء. اما من منطلق روحي او كنسي، دي حاجة الكنيسة او المؤمنين بيتقبلوها بفرح، لأن ليهم إكليل في السماوات، وده هدف الكل وأمل الكل إن إحنا يكون لنا فعلا إكليل في السماء من أجل
حياتنا ومن أجل الحياة اللي احنا عشناها نقعد في الأرض كلها، يعني بتجهزنا لملكوت السماوات. فدي حاجة ما تخليناش مضطربين أو تعبانين أو متضايقين. أبونا، شو ردة الفعل البابا توادروس والآباء الكهنة بشكل عام في مصر إزاء هذه الحادثة المؤلمة؟ طبعا قداسة البابا تودروس هو أب، يعني احنا بنسميه البابا، نعم، فهو أب للجميع. فطبعا الحادثة كانت أليمة جدا. قداسة البابا كان في اليونان في زيارة رسمية، وقطع الزيارة دي. هي طبعا أول ما سمع الخبر في خلال ساعات قداسته مشكورا رجع إلى أرض الوطن وتقابل مع المسؤولين، وتمت الترتيبات لإقامة مراسيم الجناز. طبعا قداسة البابا يعني متألم جدا، وحاسس ان ولاده دولت يعني فارقوه. وطبعا ما ننساش ان هو كنيسة البطرسية ديت داخل اسوار يعني منطقة الكاتدرائية، يعني كنيسة الكاتدرائية او الكاتدرائية المرقوسية في نفس المكان جميع على طول البطرسية. فده بيت قداسة البابا، يعني في مقر قداسة البابا جوه المكان ده هوت. فقداسة البابا عارف كنيسة البطرسية كويس جدا، يعرف الناس اللي هم العاملين هناك طبعا كلهم او كلنا اولاده. وانا يعني بعت لقداسة البابا تعزية يوم الاثنين الماضي، وقدسته يعني مشكورا رد عليا ويعني طمني. ويعني لا شك ان هي مرحله صعبه، ولكن بالايمان وبالقياده الجميله اللي هو قداسه البابا الحقيقه قام بيها، ان هو قال مصر وحده واحده لا تتجزأ. وديت حاجه بتدي قوه للكل وللجميع، ان هو الحرب ضد الارهاب، مش ضد الاسلام او مش ضد اخواتنا واحبائنا المسلمين اللي احنا متعايشين معاهم بقالنا قرون، لكن المشكلة في الإرهاب. وكنيسة ظهرت بصورة جميلة، ومصر ظهرت بصورة جميلة قدام العالم كله. الحدث اللي كان ممكن يشق الوطن المصري ده هوت أدى إلى العكس، وقال كده زي ما سيادة الرئيس قال وقداسة البابا قال، إن بس الشر وعدو الخير اشتندى بيفرفر كده هوت، دي بس آخر ما عنده إن هو هيعمل حاجة زي كده هوت. لكن ده هيخلينا أقوياء أكتر وفي وحدة واحدة أكتر، ونشترك مع بعض في العمل، ويكون الهدف واحد هو القضاء على الإرهاب. وأكيد يعني في 2017 وإن شاء الله 2018 يعني الرب جاي بالخير والبركة على مصر. أمين. ورح يكون زمن افتقاد ورجوع للرب، وهيك الرب رح يكرم الكنيسة بشكل عام في أرض مصر. اللي فهمته أنا إنه الإرهاب دخل من باب اللي هو مدخل النساء، يعني بس معلش تشاركنا شوي لأنه بنحاول نوضح المعلومات للمشاهدين. طبعا كنائسنا القبطية الجلوس فيها لو احنا داخلين الكنيسة بيكون السيدات جالسين على الناحية اليمين، والرجال بيكونوا على الناحية الشمال، لأن في آية في الكتاب تقول جلست الملكة عن يمين الملك. فدايما السيدات بيكونوا على الناحية اليمين والرجال على الناحية اليسار. فهو طبعا الإرهابي لما دخل الكنيسة جري ناحية السيدات وفجر نفسه، فحدث اللي حصل ده هوت. يعني الغالبية العظمى مع الأطفال ومع أمهاتنا السيدات، شابات أطفال، فعشان كده هو أغلب الشهداء كانوا من السيدات، لأنه فجر نفسه في الناحية اللي هي واقفين فيها السيدات. طبعا يعني أشارك حتى واحد من اللي بيصوروا معانا حاليا في داخل الاستوديو، يعني هو ساكن بيته كان بالضبط أمام الكنيسة البطرسية، وقال أكيد أكيد زوجته وأولاده كانوا يكونوا في القداس، لكن هو حزين لأنه كمان بيعرف أشخاص كثيرون من الشهداء في داخل الكنيسة. واحد من الأسماء اللي ترددت يعني بيعرفه كويس اللي هو نبيل اسمه، اللي كان الحارس أو عند الباب. على أي حال مرة تانية منحب نعزيكو بتعزيات الرب. الرب هو فقط اللي بيعزي وبيبارك ويرد السلام والبهجة والخير لبلدنا في
في مصر. شو الدروس اللي ممكن نتعلمها، ولا سيما احنا بنتكلم عن يسوع الملك خلال هذه المرحلة أبونا؟ لا شك ان في دروس كثيره جدا ممكن يعني نتعلمها من اللي حصل دهوت. اول حاجه انا دايما بفكر فيا انا نفسي وفي ارتباطي بالكنيسه وبالعباده وبالكتاب وبالصلاه. يعني كتير من احبائنا واخواتنا اللي هم عايشين في الشرق الاوسط او بالاخص في مصر عارفين ان هو يعني خطر ليهم لحياتهم دخولهم الكنيسه في اي وقت، لان هم مهددين في اي وقت. يمكن احنا او انا عايش في الغرب فما فيش الاحساس ده، ومع ذلك تلاقي الواحد مثلا في الغرب يقول انا مره اروح الكنيسه، مره ما اروحش، مره اصلي، مره ما اصليش. لكن قوه الايمان بتاعه الاشخاص اللي هم عايشين في خطر ومع ذلك مرتبطين بالكنيسه، مرتبطين بالقداس الالهي وسر الافخارستيه التناول وبالاسرار الكنيسه، يعني حاجه الحقيقه تشجعنا وتخلينا ان احنا فعلا نفتخر بإيماننا. لأن الإيمان الصادق الأمين هو الإنسان ما يضرش حد تاني، وفي نفس الوقت يكون قوي جدا في إيمانه أو في حياته أو في أمانته من ناحية ربنا. فعلا أبونا أنا لمست هذا الشيء. أنا رجعت امبارح من زيارة، كنت في سوريا، كنت في أقصى الشمال في منطقة الجزيرة، وصلت إلى حدود تركيا وتكلمت في 3 كنائس، في المالكية، في الحسكة، وفي القامشلة. وطبعا لما كنت في الحسكة أبونا، يعني الكنيسة طبعا مدربة بالرصاص وتكسر الزجاج، والشارع نفسه حاطين أمامه زي نوع من الحصون، فعلا مثل حصون، أكياس الرمل والبراميل للحماية. فعلا أنا حسيت وأنا بتكلم كأنه موجود في جبهة حرب. وأغلب المسيحيين طبعا طلعوا من البلد، وكثير طبعا، لكن أنا شفت برضو كمان المحبة والتعاون بين الأكراد اللي استقبلونا استقبال حار جدا، وطبعا المسيحيين في هذه المنطقة. والرب تمجد والرب بارك جدا في هذه الكنائس. وبتذكر الكلمات اللي في إنجيل لوقا، أن نعبد الرب إلهنا بلا خوف، بلا خوف. يعني إحساس صعب جدا إنه الناس في الشرق الأوسط، على الأقل في المناطق اللي كنت فيها في سوريا، إنه رايحين على الكنيسة ومش عارفين شو اللي رح يصير. يعني ممكن أي إرهابي في أي لحظة يدخلوا. نفس الشيء عم بتكرره كمان في مصر. أكيد يعني الأقباط أو المسيحيين عايشين في خطر طول الوقت، ومع ذلك في منتهى القوة ومنتهى المحبة للكنيسة وللعبادة وللإيمان ونهضات روحية واجتماعات صلاة. يعني دي حاجة الحقيقة تفرحنا يعني وتقوي إيماننا إحنا كلنا. برضو درس تاني الحقيقة الواحد تعلمه هو العمل المشترك والوحدانية. يعني قد إيه أوقات الشدة صح بتكون صعبة على الجميع، ولكن في نفس الوقت أوقات الشدة بتجمع الناس مع بعض وبتخليهم إيديهم في إيدين بعض. وده فعلا اللي حصل، إن إحنا إزاي إحنا عندنا عدو مشترك عايزين إن إحنا نتغلب عليه، يبقى لازم إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونشترك مع بعض، ويكون لينا كده الوحدانية في الفكر وفي القلب وفي المشاعر. قد إيه كل الناس كانت متأثرة بهذا الحدث. فنتمنى برضو إن إحنا نتعلم، يعني مش لازم شدة تجيلنا علشان يبقى بيننا وحدانية وعمل مشترك. ربنا يبعد أي حاجة وحشة عن أي حد، لكن كل ما نقدر إن إحنا يبقى فيه زي ما بنقول في القداس وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. يعني دي تكون حاجة جميلة، دي هي قلب رب المجد يسوع في الوحدانية، يكونون هم واحدا كما إن هو والآب واحد. طبعا للتوضيح، لما قلت في أمامنا عدو، إحنا ما نقصدش الناس البشر. أكيد. يعني إحنا محاربتنا ليست مع دم ولحم، مش الحرب هي بالسيف وبالرمح، لكن إحنا منتسلح فعلا بالرب يسوع المسيح اللي هو مثالنا، مثال المحبة، مثال السلام، مثال التضحية. هو ما قتل الناس، لكن يعني ذهب بنفسه وضحى بنفسه على الصليب من أجل خلاص الإنسان
وخلاص البشرية. في هذه الأيام أبونا احنا بنحتفل في عيد الميلاد، سواء التقويم الغربي أولا أو التقويم الشرقي، لكن فكرة الميلاد عم بتجيب دائما بهجة فرح. يعني بتذكر لما كنت كمان في سوريا أول يوم احتفلنا مع الأطفال، كان حوالي 300 طفل، وتشوف فعلا يسوع من خلال وجوه الأطفال. يعني رغم الحرب والدمار والظروف الصعبة، الكهرباء مقطوعة والمي مقطوعة والنت مقطوع، ويعني والبرد قارس جدا، لكن في فرح، في بهجة، في نصرة، هيك إحساس حسيته على وجوه الناس. هاي الظروف ما تغيرت، يعني لما ولد يسوع المسيح كان في أيام هيرودس الملك اللي حاول قتل المسيح، لكن بمعجزة ملاك ظهر للقديس يوسف والقديسة مريم وطلب منهم أن يروحوا لمصر. لكن برضو ماخل الموضوع من الدم، في أطفال أبرياء قتلوا، كان في حكم روماني، يعني الظروف ما تغيرت. يعني المولود، احنا بنحكي على الملك، يعني شو يعني اللي ممكن نحكي عن ولادة المسيح الملك في هذه الأيام؟ هو طبعا عدونا هو الإرهاب، مش أي شخص أو دين أو أي حاجة، هو الفكر الإرهابي. والفكر ده هو كان موجود من ساعة هيرودس. نعم. هو هيرودس نفسه كون إن هو يقتل آلاف من الأطفال علشان ما بقاش منهم الملك ده اللي هو يتكلموا عنه المجوس، لأن هم قالوا إن هو إذ مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود. يعني رب المجد أخذ اللقب ده ملك اليهود من خلال المجوس اللي هم طلبوا عليه. فطبعا كون إنه هيرودس يقوم بالعملية الإرهابية الكبيرة دي ويقتل يعني آلاف من الأطفال، ومع ذلك ولد رب المجد يسوع. وزي ما حضرتك قلت إن هو عن طريقة معجزية وظهورات ملائكية هربت العائلة المقدسة إلى مصر وقعدوا هناك إلى انتهى الوقت اللي هو بتاع الاضطهاد. فعشان كده مش ممكن إن احنا أي حاجة يعني تاخد من أبهاج ميلاد الرب يسوع في هذه الأوقات. يعني دايما يعني حتى وقت ميلاد رب المجد يسوع نفسه كان فيه عمليات إرهابية، ومع ذلك كانت في ظهورات ملائكية وترانيم وتسبيح والمجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وبالناس المسرة، فكان في سرور. فمش ممكن إن احنا نخلي عدو الخير ينزع من قلوبنا هذه الفرحة، لأن ميلاد رب المجد يسوع زي ما انت تكرمت وقلت كده بيجيب البسمة، وخصوصا على الأطفال. يعني الأطفال يحسوا كده إن هو بيبي وتولد، والأطفال يحبوا، حتى الأطفال اللي أصغر منهم تلاقيهم كده يعني حتى لو واحد عنده 5 6 سنين لو شاف طفل عنده سنة أو سنتين تلاقيه فرحان بيه ويجيب كده يعني يحب يلعبوا مع بعض. فلا شك إن هو الكريسماس اللي هو عيد ميلاد رب المجد يسوع هيفضل إن هو يجيب لنا فرحة ويجيب سلام وعلى الأرض السلام. يا رب ديت صلواتنا كلنا إن هو في هذا الوقت إن هو صح، هو ملك وهو عظيم وهو قدوس وهو يعني المخلص وهو صلب على الصليب، لكن في نفس الوقت هو جاء في شكل تواضعنا وظهر وأخذ جسدنا، والله الكامل أخذ جسد مثلنا وصار الإنسان الكامل أيضا، وأتى بنا، أتى إلى عالمنا ليؤتينا بالفرحة والسلام. أبونا بشوي، ممكن أسألك سؤال شخصي إذا ما عندكش مانع؟ طبعا إحنا بنعرف بعد الحادثة المؤلمة الرئيس السيسي أعلن فترة حداد مدتها 3 أيام، وهو نفسه طبعا كان في الجنازة مع قداسة البابا وطبعا شرفاء كثيرون، لكن إيه الوضع والحالة بفترة عيد الميلاد؟ هل فعلا يعني أهالي الضحايا بيحتفلوا في هذا العيد؟ أنا طبعا استلمت رسائل كتير منهم عم بيغفر، عم بيسامح، مع أنه هذا أمر صعب جدا، لكن فعلا نعمة الرب على قلوبهم. لكن كيف بيحتفلوا العيد
خلال هذه الحادثة المؤلمة جدا؟ لا شك أن هو وقت صعب جدا على أسر الشهداء أو المجروحين أو على الكنيسة كلها، يعني الكل حاسس بشعور الألم. لكن في نفس الوقت برضو رب المجد يسوع حول حزننا إلى فرح. الفرح المسيحي أو الفرح الكنسي مختلف عن فرح العالم. يعني إحنا ككنيسة أو كمسيحيين لما هنحتفل بالكريسماس ملناش نفس شعائر الاحتفال اللي هو في العالم. يعني العالم ممكن يحتفل بالكريسماس بأي حاجة، مزيكا ورقص وتجارة وبيع وشراء، لكن الفرح الكنسي هو فرح عزاء من الروح القدس. واحتفالنا بميلاد رب المجد يسوع بيكون من خلال ترانيم، من خلال تسابيح، من خلال قداسات. فالناحية الكنسية أو الناحية الروحية للكنيسة كلها لازم هتكمل، مش هتقف، لأن مفيش حاجة. يعني هما لو الإرهابيين خلونا إن احنا ما نحتفلش بعيد ميلاد رب المجد يسوع يبقى هما كذبوا أو أثروا علينا. فطبعا احتفالنا الكنسي الروحي اللي هو من خلال تعزية الروح القدس ده هيكمل. أما يعني أي حاجة تانية خارج كده هوت، لا شك إن هو ولا الأسر الشهداء ولا المجروحين ولا حد يعني في طاقة إن هو يعني يعمل حاجة أكتر من الاحتفال الروحي اللي اتكلمنا عليه. طيب راح نواصل موضوعنا أبونا، ولكن بحب أعطي فرصة للمشاهدين. أنت تشاهد ليكن نور، حديثنا عن يسوع الملك. أكيد في عندك رسالة، إذا أي شخص بحب كمان يتكلم بأي كلمة عزة أو تعليق الفرصة راح تكون مفتوحة. أرقام الهواتف موجودة أمامك، وعلى فكرة فيك تشوفنا على النت لايف كمان مباشر، وعن طريق الفيسبوك فيك تشوفنا أيضا بث مباشر. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، منواصل حديثنا في هذه الحلقة يسوع الملك، ومعي في الاستوديو أبونا بشوي سلامي. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. أهلا بك أخي نزار. طبعا إحنا منعرف من بداية ولادة يسوع اللي طبعا يعني كانت أثر كبير سلبي على هيرودس، لأنه لما سمع المجوس أين هو المولود ملك اليهود، والعبارة الثانية أتينا لنسجد له. ومنشوف آيات كثيرة في العهد الجديد اللي بنقدر نستشف منها عن يعني ملكوت يسوع بشكل أو بآخر. حتى في الصلاة الربانية الرب يسوع علم التلاميذ ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. تفضل أبونا. طبعا رب المجد يسوع وضح من ذو بداية خدمته إن هو ملكوته ليست من هذا العالم. ملكوته ملكوت أبدي. ويقول برضو الكتاب عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالله كونه إن هو يظهر في الجسد هو رب الأرباب وملك الملوك. يعني سر التجسد نفسه هو اللي أعطاه هذا اللقب إن هو ملك السماوات والأرض. فهو احنا ما نفكر في ان الله ده ملك او رب يسوع اللي هو جوله كده هوت المجوس يسجدوا له، مش لان هو ملك ارضي او ان هو زي اي ملك تاني، لا، ده في مستوى اعلى بكتير من اي ملك ارضي او رئيس دولة. هو ملك لانه تسجد له الملائكة وتسبحه الطغمات السمائية، الشاروبيم السارفيم، الأربع كائنات غير المتجسدين، 24 قسيسا،
بيقفوا كده حوالين العرش ويسبحوه وفرحانين بيه، يدوله كده المجد والكرامة والسلطة. فكون ان هو جالس على عرش السماوات هو دوت اللي اعطاه هذا اللقب. لكن برضه مهم جدا احنا لما نفكر في ملك، صح احنا عارفين رئيس دولة، ملك ساكن كده هو في قصر جميل وحواليه خدام، لا احنا بنفكر يعني قد ايه الله ظهر في الجسد ده. لا ده مستوى مختلف خالص بنتكلم عليه. عشان كده احنا بنقول له مستحق، او بنقدم له العبادة، بنقدم له السجود. لكن الحاجة الجميلة بقى ان هو الله في التواضع بتاعه، ان هو يعني من اكستريم كده هوت، ان هو قد ايه في السماء وهو الخالق وهو له كل السجود، ازاي في ظهوره بقى عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسد ده، هو اخذ جسد تواضعنا وصار من ضمن المخلوقين. وحتى وان المجوس يعني كانوا عايزين يسجدوا ليه، لكن اغلب الناس ما قدروش يعرفوا او يتعرفوا عليه او على ملكه او على قداسته دي هيت، لان هو كان مش قادرين ان هم ينظروا اللاهوت لان هو كان متسربل بالناسوت. وكمان شيء تاني ابونا، الهدايا اللي قدمها المجوس فيها تعبير كمان ورموز يعني حلوه من هالذهب أكيد. اللي بيرمز للملك للملك. اكيد طبعا، لان الذهب ده هوت يعني منذ ايام القدماء المصريين وكل الحضارات يعني اللي هي كانت موجوده في الشرق الاوسط، دايما كل الملوك كده الاثار اللي شفناها تلاقيها مليانه بالذهب، لان الذهب بريشس ميتال يعني ما يصديش، فيفضل كده 5000 سنه تلاقيه كده في حاله جيده جدا. فاكيد كون ان هم قدموا ليه الذهب ده رمز للملوك، او يعني ان هو ملك جميل كده هوت اتى من اعلى سمائه الى ارضنا. بعد اذنك ابونا ممكن ناخذ مكالمه، في مكالمه على السكايب من ميكو. ميكو من هولندا، اهلا وسهلا اخ ميكو، انت معنا على الهواء. سلام ونعم لحضرتك. اهلا وسهلا. وسلامي للأب بشوي الحبيب. أهلا بك. تعزيت الرب لحضرتك ولكل أهالي الضحايا الشهداء شهداء عند الرب. عايز يعني أسأل حضرتك سؤال. تفضل. دلوقتي حضرتك بالنسبة لسفر أشعياء تنبأ بالواقع اللي هو بالأخص حالة مصر بما ذكر في سفر أشعياء فيما يخص حالة مصر. إيه آخرة الشهداء اللي بتتقدم وإحنا من قبل حتى الفتح اللي بيسموه فتح واستعمار الاستعمار الإسلامي لمصر وإحنا بنقدم شهداء؟ أولاً إيه آخرة ده؟ ثانياً سفر أشعياء بيتوقع إيه لمصر؟ إيه حال مصر هتكون؟ هتفضل غفلة ونايمة ومحتلة كده من العدو ده؟ ولا هنتحرر وهنرجع كما كنا؟ أخ ميكو، ممكن يس. أسألك سؤال، أنت مؤمن بالرب يسوع؟ طبعاً. طيب، وهذا سؤالك انت يعني ايه الحالة والوضعية في مصر اليوم ازاء النبوات بتاعت اشعياء بالظبط؟ هنوصل لحد فين؟ احنا هنفضل محتلين من العدو ده ولا هنتحرر؟ هنوصل لحد فين؟ طيب هنوصل لحد فين ابونا؟ خليك معايا يا ميكو. طبعا احنا قلنا ان العدو ده هو الارهاب، والارهاب ده في كل العالم، وده عمل مشترك لكل العالم ان هم يحطوا ايديهم في ايدين بعض يتخلصوا منه. الحاجه الجميله في سفر اشعياء زي ما حضرتك ذكرت ميكو ان هو بيتكلم على بركه الارض مصر، ويقول لانهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم، فيعرف يعرف الرب في مصر
ويعرف المصريين الرب في ذلك اليوم. ف يعني في نبوات كتيرة جميلة ومفرحة وتعزينا، لكن احنا لازم نسلك بحكمة وبتدقيق ونمشي حسب إرشادات الروح، إرشاد الروح القدس وإرشاد الكنيسة ممثلة في قداسة البابا، اللي هو يعني قال لنا نتعامل مع الأمور بكل حكمة وهدوء ومحبة، لأن الكنيسة هي كنيسة صلاة مش كنيسة أي حاجة تاني. فإحنا كمؤمنين نرفع ايدينا لفوق ونقول له يا رب شعبك وكنيستك، ونقول له يا رب ارحم، ونقول له يا رب تحنن. فإحنا عينينا لفوق مش عينينا لأي حد تاني إن هو يخلص. والمعزي دوت هو الروح القدس والمحامي اللي هو هينقذ، والمخلص هو رب المجد. فلازم المسيح هيجي مش بس لمصر، لكل العالم من خلال المحبة. أخ ميكو، ممكن أوجه لك السؤال مرة تانية، شو سبب سؤالك يعني في هذا الموضوع؟ قرأت سفر أشعياء ولقيته بيتكلم عن أوضاع مستقبلية في مصر، ولقيت نصرة، الوضع مش هيستمر كده، الوضع مش هيستمر كده، لقيت فيه نصرة لشعب مصر، في توقع بان احنا هننتصر في الاخر. قريت اللي يقرا سفر اشعياء يحس بالتفاؤل، ان احنا مهما عملوا معانا ومهما ضربوا فينا فاحنا المنتصرين. امين. وانا بشكر رب من اجل ايمانك اخ ميكو، انت مؤمن بالرب يسوع، واهم شيء انه نشهد للاخرين كمان عن يسوع. اكيد اكيد، وده اللي انا بعمله. طيب في اي سؤال تاني اخ ميكو؟ انا متشكر جدا، وانا اهم حاجه عندي يعني عايز اوصل رساله بس لابونا بشوي، بلاش الطيبة اللي احنا فيها قوي دي، احنا في صوم المستحيلات. صوم المستحيلات، انت عايش وسط عدو، حرص قوي قوي على بيوت الرب، حرص قوي وما تديش امان، انت عايش وسط عدو. طيب مش عارف هل الرسالة دي ممكن توصل؟ طيب حرص، خلي بالك، خلي بالك، لأنه عايز يقتلك، عايز يدمرك، عايز ينهيك. طيب وصلت رسالتك أخ ميكو، أنا بشكر رب من أجلك ومن أجل إيمانك، تمسك وأثبت في الرب يسوع المسيح. أمين أمين. طيب الرب معك. طبعا اللي وجهه ميكو مثل ما حكيت أنا وياك أبونا من خلال المسجز اللي بتصلني، في نوع من الناس فعلا يعني غاضب، حتى متى يعني؟ هل لازم نضلنا مستسلمين ماخدين الأمور ببساطة؟ والبعض الآخر فعلا عم بسامح، عم بغفر، عم بيطلع فيها من ناحية روحية، شو الحل؟ هو في دور كنسي وفي دور مدني أو سياسي. طبعا من ناحية إن احنا ناخد احتياطاتنا، لازم ناخد احتياطاتنا. ما ربنا قال لنا مش بس ان احنا نكون بسطاء كالحمام، لكن لازم برضو نكون حكماء كالحيات. فالحكمة مطلوبة، يعني مش معنى ان احنا بنغفر او بنسامح ان احنا نتقبل الاوضاع كما هي، يعني دي مش ما تسويش دي هي. لكن اللي احنا دايما بنصلين هو ربنا يدينا الحكمة في التصرف، لان ممكن ان احنا يعني يكون لنا ردود افعال تسيء اكتر للكنيسة أو للمؤمنين أو للمسيحيين. فمن منطلق كنسي إحنا مبدأنا مبدأ روحي، أو خطنا خط روحي، لكن في دور تانية تلعبه طبعا الحكومة، وإحنا هنساعد الحكومة إن هي تاخد دورها، إن هي إزاي تأمن على المؤمنين وعلى الكنائس. وكمان يعني موقف كتابي، إحنا منتشبه بيسوع ومنتبع قائدنا يسوع، منحاول نكون مشابهين صورة يسوع في كل شيء. لازم نكون حكماء. بولس رفع دعوة لقيصر، يعني في أمور مدنية طبعا حكومية، وفي أوقات يعني لما الشخص اللي لطم يسوع قال لماذا تلطمني، يعني في أسئلة معينة ممكن تتوجه.
لكن بعتقد قوة المحبة وقوة الغفران أقوى من أي قوة أخرى. يعني لو تخيل إحنا بدنا نتعامل يعني الغرب أو المسيحية في الغرب أو بدي يتعاملوا مثلا مع أي شيء ضدهم في مبدأ السن بسن وعين بعين، كان الشرق الأوسط راح واندثر، وكمان يعني الدول كتيرة، لكن برضو بيتعاملوا في مبادئ كتابية حضارية، مش مثل ما منشوف واحد بيعلن مسؤولية أنه تابع لداعش وبهنوا بعض، يعني بيفتخروا أنه حتى لا تكون فتنة بين الناس ويكون الدين الكل لله. هذا اللي قرأته طبعا بالمقالة، يعني شيء غريب من نوعه. يعني من يفتخر بقتل الأبرياء؟ من يفتخر بقتل النساء والأطفال؟ يعني وأي يعني شو نوع الله؟ يعني حتى الناس، أنت لو بدك تقنع الناس أنه يؤمنوا بالله هذا الإله، شو نوعه بده يكون حتى تقنع الناس؟ أعتقد في القرن 21 ما حدا رح يؤمن بالله إله مثل هذا النوع. الناس تعبت من الحرب وتعبت من الظلم، وصدقنا أبونا اللي شفته في سوريا، يعني بوادر الظلام وبوادر الدمار في كل مكان، وهل ربنا بيسمح بهالأمور هاي؟ طب ما البشر هي مسؤولة، مش الله خلقنا حتى نتمتع بكل شيء لمجده؟ فهاي الفكرة، يعني بعطيك الكلمة تفضل. زي ما حضرتك قلت طبعا ان في أوضاع غير مقبولة، واحنا كبشر احنا يعني اللي عملنا في بعض كده هوت. يعني لما نرجع يعني للتعليم الكتابي او التعليم المسيحي او التعليم الكنسي، بنلاقي ان هو في من خلال المحبه بنبني بعضنا البعض. يعني بنشوف الكنيسه الاولى مثلا في سفر الاعمال قد ايه كان كل شيء مشترك بينهم، اي حد كان عنده احتياج اللي عنده كان بيساعده ويقووا بعض، ونهضت المجتمع كله نهض بسبب ان في ديانه سليمه وفي تعليم سليمه. احنا طبعا لازم نفكر المسيحية مختلفة إيه عن كل الديانات الأخرى اللي في العالم، وإحنا من خلال أفعالنا ومن خلال حياتنا ومن خلال المثل اللي إحنا بنقدمه للعالم يبتدوا الناس يفكروا، هو لنفسهم كل واحد ربنا مديله حكمة ومديله عقل يبتدي يفكر، هل يعني الله هو إله الدماء؟ يعني إلى متى؟ هل هو إله التخريب؟ هل هو إله الظلم؟ لا، مش ممكن. أو يرجعنا لأربع خمس تلاف؟ لا بالعكس، يعني حتى لما بتدرس التاريخ حتى أيام البابليين الأشوريين بابليين الفرس كان في تقدم حضارة أيام الفراعنة. يعني هل إنه الغرض من الدين يرجعنا نكون متخلفين كليا في ظلم وجهل؟ دي مأساة، مأساة كلنا يعني بنعيشها، ويعني مأساة إن إحنا في القرن 21 مع تقدم كل واحد في إيديه الآيفون والآيباد واللابتوب والكمبيوتر والمعلومات اللي هي يعني في العالم كله، ان احنا نكون راجعين لورا مش بنتقدم الى الامام. والحقيقه ان احنا كل ما نتقدم الى الامام نلاقي ان احنا نرجع لتعليم الكتاب المقدس، تعليم رب المجد يسوع هو اللي فعلا ادى البالانس ده هوت. يعني بقى ايه كل الناس يقول له ازاي واحد يظلمك وتسامحه؟ لان ان احنا نسامح الاعداء دولت ده اقوى من ان احنا نضربهم تاني او عين بعين او سن بسن. لا، ده هو سمى بينا الى مستوى اعلى بكتير. ان احنا قد ايه يبقى في ادميه وفي محبه بيننا وبين بعض وسلام، ده قال لك على الارض السلام، معناها ان هو من خلال ميلاده رجع تاني السلام، فما نقدرش ان احنا نرجع تاني لورا لكن نبص لقدام. ناخذ مكالمه من نهال. اهلا وسهلا اخت نهال من انجلترا، تفضلي. اخت مساء الخير، اهلا وسهلا. سوري عشان الخطوط النهارده ما كانتش حلوه. حضرتك القسيس انا بشكرك وبشكر ابونا بشوي على الحلقه الجميله، وبقدم تعزيه من اله كل تعزيه، الرب وحيد، الرب الوحيد وحده اللي يقدر يعزي. انا نفسي اشكر حضرتك على نقطه قلتها رائعه، انه عدونا هو واحد سواء مسلمين او مسيحيين، ولا شك انه كل ما يحدث هو من فعل ابليس واعوانه، لكن محارباتنا ليست مع دم ولحم زي ما حضرتك قلت. يبقى اذا الحرب روحيه، فانا عايزه تكون الاسلحه روحيه، فنفسي حضرتك تتطرق لأفسس 6 وتشرح سلاح الله الكامل عشان نعرف ازاي نحارب روحيا. ونفسي النقطه الثانيه اني اعلق على جمله قالها قدس ابونا بشوي، انه قال عدونا هو الارهاب،
معلش عايزه اتكلم بصراحه مع حبي واحترامي لاخواتنا المسلمين ولطيبه ابونا اجين، انه عايزه اسال ايه سبب الارهاب؟ علشان انا اتعلمت لو انا دكتوره وعايزه اعالج مريض لازم عشان اعالجه صح لازم اشخص المرض صح. فايه سبب الارهاب؟ في رايي الشخصي هو النصوص القرانيه. فانا بتكلم بصراحه لانه لازم يكون في خدام يقولوا بصراحه اللي بيحصل، لانه في ايات واضحه في القران بتقول قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق اي دين الاسلام، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، وارهبوا عدو الله وعدو والى الاخر. فهنا في ايات موجوده، وبما ان الايات دي موجوده والناس دي اتملت مخها بالايات ديت ونفسها انها تقدم خدمه لربنا زي ما الكتاب المقدس معلمنا، فانا للاسف بشوف انه الحادثه هتتكرر ودماء ابرياء هتكتر اكتر واكتر. فالمشكله اللي انا شايفاها انه مش عارفه ايه الحل، هل هيقبلوا بالغاء الايات دي لانه ده هيبقى اعتراف ضمني بانه كتاب ليس من عند الله وده هيبقى نهايه الاسلام؟ فايه دورنا بالمحبه يا ابونا بشوي اللي علمها لنا يسوع، وايه دورنا بالمحبه يا حضره القسيس نزار ان احنا يعني نعمل ايه علشان نوصل صوتنا ان هو ده اللي مسبب الارهاب؟ طيب الحاجة الأخيرة لو سمحت لي، نفسي أبونا وحضرتك يعني كمندوبين من الكنيسة القبطية ومن الكنيسة الإنجيلية تصححوا المفاهيم للمسيحيين اللي بيكتبوا على الفيسبوك يا رب انتقم من الناس اللي بتعمل كده، وبيستشهدوا بالآية إنه ليا النقمة أنا أجازي يقول الرب. هل ده صح؟ هل الله منتقم؟ فبليز عرفنا. يا ريت يا ريت النداءات الغلط برضه يتنوع عنها بالدم والروح نفديك يا صليب، مش احنا اللي هنفديك. يعني نفسي البرامج دي تكون سبب تنوير للمسيحيين قبل المسلمين، وربنا يبارككم. ويباركك، شكرا كثير يا اخت نهال، وفعلا رسالتك وصلت. بعد اذنك ابونا قبل ما نجاوب اخذ كمان مكالمه من رشا وبعدين بنحكي عن الموضوع هذا. أخت رشا نور أنت معنا على الهواء، تفضل. أهلا وسهلا رشا. أهلا، إزيك يا أخ نزار؟ إزيك يا أبونا بشوي؟ طبعا أخت رشا أنت سمعتي، سوري أخت رشا أنت سمعتي نهال شو حكت؟ شو ردك؟ شو تعليقك؟ هي بتتكلم على سبب الإرهاب. وأنا بصراحة يعني سبب الإرهاب هي الآيات اللي موجودة في القرآن اللي بتتكلم على الإرهاب. الإرهاب مش بيطلع نتيجة فكر تفسير متطرف لأحد الشيوخ أو تفسير متطرف لمجموعة من الناس اللي قرروا ان هم يتبعوا فكر معين ارهابي، لكن التطرف والفكر الارهابي جاي من جوه القران. الايات دهيت هي اللي بتخلي الناس تقتل، وهي اللي بتخلي الناس عندها الدافع ان هي تحمي الدين بانها تروح تقتل المسيحيين، لان هم دول اهل الذمه، دول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويصفوا صدور قوم المؤمنين، هم دول اللي اتقال عليهم ان هم دول لازم يعطوا الجزيه عن يد وهم صغرون. اتكلم عليهم بصوره الفتحه، قال عليهم ان هم الضالين. يعني الفكر المتطرف جاي من جوه القرآن ده، عشان كده في مشكلة بإن إنك أنت تعالج الإرهاب من غير ما تعالج الفكر الديني. يعني أنا آسفة إن أنا أقول كده، بس هو ده الحل الوحيد، لأن هو مش هينفع يتعالج الإرهاب من غير ما يتعالج الفكر الديني اللي هو جاي من جوه الكتاب اللي هو بيعتبره كتاب مقدس أو كتابه السماوي. فهيفضل المسلم كل ما يقرب إلى القرآن هيفضل يبقى إنسان إرهابي، كل ما المسلم يقرب من يتدين أكتر كل ما يتحول إلى موقوتة.
وده مش هيتعالج، مش هينفع ايوه يتعالج. الحل الوحيد في انك انت تعالج ده ان تخلي الناس بعاد عن طيب بس. لكن هقول لحضرتك على حاجه يا اخ نزار، تفضل على السريع اخت رشا. هقول على حاجة على حاجة دلوقتي. في نقطة مهمة، الحلقة اسمها يسوع الملك. الحل الوحيد ان الناس دي احنا نصلي لهم عشان ربنا يفتح عينيهم. الحل الوحيد ان احنا نقدم لهم رسالة الانجيل. الحل الوحيد ان احنا نتشفع من اجلهم. انا اما وصلني الخبر بتاع الكنيسة البطرسية انا حزنت جدا على الناس اللي راحوا، لكن في نفس الوقت الناس دول راحوا السما، لكن الدور الباقي على اللي بيفجروا نفسهم وهم فاكرين ان هم رايحين السماء وهم رايحين الى نار ابديه، الى ظلمه ابديه. فالحل ان احنا نصلي من اجل الناس دي. انا قعدت ابكي من اجل الناس اللي بيتحولوا الى ارهابيين، اقول له يا رب من فضلك تعالى تراءى للناس المسلمين اللي بيتحولوا الى الارهاب. يا رب من فضلك تعالى تدخل في حياة الناس دي علشان تعرفك. وزي ما انا حياتي اتغيرت بعد ما انا عرفتك، انا بطلبك يا رب ان اهلي وان مجتمعي انك انت تتراءى لي، وانك انت تيجي تعلن لي عن ذاتك علشان حياته تتغير، وعلشان يتحولوا بقى من اهداف انسانية ان هم عايزين يفيدوا ربنا بان هم يقتلوا الناس، لان هم ينشروا السلام والمحبه بجد، ويبقوا عايزين الناس دي حياتها تنتهي نهايه يعني جيده، نهايه في السماء مع رب المجد رب يسوع المسيح. فانا اللي انا بصليه وبطلب كل واحد متالم من اجل الناس اللي احنا فقدناهم في الكنيسه البطرسيه وغيرها من الحوادث الارهابيه، ان هو يصلي من اجل افتقاد المسلمين، ان ربنا يجي يفتقد المسلمين في ارض مصر، ان ربنا طيب. يجي مش في الارض دي من الاسلام، يجي يفتقد البلد علشان الناس تعرف المسيح بجد، علشان حياتها بجد تتغير. مش الحل ان احنا يبقى فيه طيب حوارات، لكن الحل ان هم يعرفوا المسيح. اخت رشا ربنا شكرا يبارككم. ويباركك ويباركك، شكرا كتير اخت رشا. طبعا لسبب ضيق الوقت كمان بالنسبة للأسئلة اللي طرحتهن أبونا، يعني ما نستخدم الآيات الكتابية كذريعة أنه إحنا نقعد ننتقم. إحنا مش الله اللي ندين الناس، إحنا منصلي صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. إحنا منصلي أنه الرب يفتح عيونهم، منصلي أنه الرب يخلصهم. لكن في يوم أكيد الله، يعني إحنا بنتكلم عن مملكة لا تنقرض وملكوت لا ينتهي، ملكوت أبدي. احنا بنتكلم على ملك المجد، بنتكلم عن ملك السلام، بنتكلم عن ملك البر اللي هو ملك العدل. هو ذا ملكك يأتي إليك عادل، يعني منصور، مش إله ضعيف. فاللي عاوز نقوله، لا احنا مش منرد المثل بالمثل، وإلا بتصير الدنيا لخبطة. تفضل أبونا. طبعا احنا لما بنتكلم ان احنا في عندنا عدو مشترك وهو الارهاب، احنا بنتكلم بفكر ارضي او بفكر مدني. لا احنا بنتكلم على روح الارهاب الروح اللي وراه الشيطان الى هذا الدهر. اما من فكر امين أيوة. فاما من فكر روحي طبعا او كنسي او مسيحي، احنا بنبص على افسس 6 اللي هي ازاي ان احنا مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاه العالم إلى آخره. وطبعا بيتكلم إن إحنا هناخد أو حاملين فوق كل ترس الإيمان خوذة الخلاص، سيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة. فممكن ديت دعوة لينا إحنا كمؤمنين ومصلين إن إحنا نركع تاني قدامه، نقول له يا رب تراءف علينا وارحمنا. وفعلا أنا بثق إنه لما المؤمنين في الكنائس بتتواضع بانسحاب وبانكسار وانه بتطلب وجه الرب، الله رح يجيب الابراء لبلادنا. وانا اؤمن بقوه الصلاه ابونا، انه الله بغير ممالك قد صارت ممالك العالم للرب ومسيح، سياتي ليملك على الاحياء والاموات ايضا مثل ما بقول الكتاب. واحنا عينينا على رب المجد، على ملك الملوك ورب الارباب. يعني احنا
خلصنا او ان احنا يعني هننقذ من هذا الفخ مش هيجي من خلال اي انسان او بشر مهما كان هذا الانسان. عينينا ليك يا رب، انت هو الملك، انت اللي جيت اتيت كده هوت واخذت جسد تواضعنا حتى ترفعنا الى 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 مجدك. وملكوت الله ده هوت في داخلنا. فيجب ان احنا نعيش الملكوت من 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 فتره وجودنا على الارض في حياتنا. هنا اول احنا مش منتظرين يعني ملك الله او ملكوته دوت، احنا بنقول له لياتي ملكوتك، لياتي ملكوتك لينا دلوقتي واحنا عايشين. يكون في قلوبنا ونخليك انت ملك على قلوبنا وعلى حياتنا. هنا بتتغير العالم، بتغير الناس اللي حوالينا. يعني في ايات كتيره يعني ذكرت من القران الى اخره. طب الناس عارفين كل الحاجات دي هيت، لكن احنا عايزين نعرف ايه اللي هيجيب فاعليه، ايه اللي هيغير القلوب. هي المحبه الحقيقيه للمسيح، للمسيحيين بعضهم لبعض، بعضنا لبعض، وايضا للاخرين لاحبائنا. لكن واحد يخش يفرقع نفسه، ده اقصى ما فيها عمل ايه. لكن يعني لكن الرساله في العالم كله دلوقتي قد ايه المسيحيه. لما يعني السيد الرئيس كده قال ده فرقعوا لكم كنايس وعملوا، عملتوا ايه؟ صلينا، رفعنا ايدينا لربنا. دي اللي غيرت مصر، دي اللي غيرت القلوب، دي اللي خلت الكل متعاطفين وحاسين فعلا لا ده في حاجه مختلفه في المسيحيين وفي المسيحيه. هنا يبقى في فاعليه فعلا لتعليم الكتاب المقدس. ابونا لو سمحت كلمه اخيره، ايش الرساله اللي بدك توصلها طبعا الناس اللي بتسمعنا في مصر وفي اي مكان اخر ازاء الحادث المؤلم اللي صار في مصر؟ طبعا اول حاجه من كل القلب بنعزي اسر الشهداء، وبنعزي اصلا ايضا كل انسان اتاثر بهذا الحدث. بنصلي من اجل المصابين في المستشفيات، لسه في ناس كتير في يعني حالات خطره. بنصلي ايضا من اجل الاسر والناس اللي هم لسه لازم يعتنوا بكل يعني الامور اللي هي حاصله دلوقتي معاهم في عنايه. بنصلي من اجل الكنيسه في العالم كله، جسد المسيح. بنصلي من اجل قداسه البابا وكل المجمع المقدس. رب يديهم كده قوه وحكمه في يعني في 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 التصرف في العمل. وهم الحقيقه وروا يعني كل محبه وكانوا على مستوى المسؤوليه. نصلي من اجل الحكومه، والرب يغير كل القلوب رب في العالم كله، ويكون فعلا سنه فيها سلام وتكون اخر الاحزان. نبتدي كده بدايه جديده في السنه الجديده. أمين. يملك فيها رب المجد على قلوبنا. ابونا بشوي شكرا جزيلا، وشكرا على وقتك وتعبك. ومره ثانيه احنا بنصلي لكل الاهالي اللي فقدوا الشهداء، الرب يعزيكم والرب يفرحكم ايضا بفرح الروح القدس. اتذكر انه يسوع المسيح هو ملك المجد، مملكته ليست من هذا العالم، وهو ملكوت روحي في داخلكم، ملكوت فرح وسلام ومحبة. أيضا بصلي أن محبة المسيح تملك في قلب كل واحد منا، وبصلي في اسم الرب يسوع أنك تتوج يسوع رب وملك على حياتك اليوم، وهذه المملكة تتقدم إلى الأمام. ربي يباركك.